أحبابي طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا بيكم في فيديوهات حل المراجعة. معكم مس صفية مجدي على قناة مستر أيمن بدر لتعليم اللغة الإنجليزية. إن شاء الله هنحل معاكم بوكلتي الجيم والمعاصر. وقبل ما نبدأ الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد. إن شاء الله هنحل مع بعض جميع امتحانات بوكلتي الجيم والمعاصر في سلسلة من الفيديوهات. تعالوا سوا نبدأ حلنا. والنهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض الثلاث محافظات اللي عليهم الدور. تعالوا نبدأ بمحافظة الفيوم. Number one, the space of this song isn't as good as the original one. A لهذه الأغنية ليس جيد مثل الأغنية الأصلية. Science fiction خيال علمي. Mission مهمة. Acting تمثيل. Remake إعادة صنع أو إعادة إنتاج. الإجابة الصحيحة هي D. The remake إعادة إنتاج هذه الأغنية. 2. The film is adapted based a short story written by يحيى حقي. الفيلم مقتبس من قصة قصيرة كتبت من قبل يحيى حقي. From 2 4 N. الإجابة الصحيحة هي A. From 3. I find it difficult to concentrate space my lesson nowadays because of my illness. أنا أجد من الصعب أن أركز على دروسي هذه الأيام بسبب مرضي. With From On N. الإجابة الصحيحة هي C. On Concentrate On يركز على 4. If one of your friends helps your enemies, you can call this person air and space. إذا أحد من أصدقائك ساعد أعدائك، يمكنك أن تدعو هذا الشخص بـ servant خادم، maid خادمة، traitor خائن، innovator مخترع. الإجابة الصحيحة هي C. Traitor. يمكنك أن تسمي أو تدعو هذا الشخص خائن. 5. By 2100. Hundreds of forests will space against deforestation. بحلول 2100 المئات من الغابات سوف ايه ضد إزالة الغابات. الإجابة الصحيحة هي A. Have been saved. سيكون تم إنقاذها. ليه اخترنا مستقبل تام؟ لأن عندنا باي وراها مدة في المستقبل، وبالتالي ده دل على المستقبل التام، فعل سيكون قد تم بحلول وقت معين في زمن المستقبل، ولكن بنانيل المجهول عشان forests. 6. We don't have a precise space for the building work. We expect to finish it by the end of the year. نحن نتوقع أن ننهي قبل نهاية السنة. Response رد أو استجابة. Connected متصل. Argument جدال. Schedule جدول. الإجابة الصحيحة هي دي schedule. ليس لدينا جدول محدد أو دقيق. 7. I suggest that he space more sport in his spare time. أنا أقترح أنه إيه رياضة أكثر في وقت فراغه. الإجابة الصحيحة هي B. Practice. ليه practice مع إن عندنا suggest؟ ده suggest بالوراء الverb plus ing. لا، احنا قلنا suggest recommend اذا جاء بعدهم فاعل او ذات وفاعل يليهم المصدر او should والمصدر، واحنا هنا عندنا ذات هي يعني في فاعل، وبالتالي عندناش في الاختيار غير المصدر. 8. Her performance is space but not perfect. I think she needs extra training. ادائها ايه ولكنه ليس ممتاز، أعتقد أنها تحتاج تدريب أكثر. Satisfactory مرضي. Satisfied راضي. Voluntary تطوعي. Outstanding بارز أو هام. الإجابة الصحيحة هي A. Satisfactory. أداؤها مقبول. 9. When you grow older you become more space and responsible for your decisions. عندما تصبح أكبر أنت تصبح إيه أكثر ومسؤول عن قراراتك. Dependent متواكل. Independent مستقل. Reliable موثوق. Brilliant
معتمد أو متواكل. الإجابة الصحيحة هي be independent، تصبح مستقل أكثر. 10. For me, home is the place space I feel relaxed in. بالنسبة لي المنزل هو المكان أشعر فيه بالاسترخاء. عندنا in وعندنا place مكان، بس طالما عندنا حرف جر في الجملة يبقى بنستبعد where ونختار which. المنزل هو المكان الذي أشعر فيه بالاسترخاء. 11. A person who plans and reviews the material for newspapers, radio or TV is A or an space. الشخص الذي يخطط ويراجع المادة المقدمة أو مادة الجرائد والراديو والتلفزيون هو reporter مراسل، correspondent مراسل، news reader مذيع، editor محرر. الإجابة الصحيحة هي دي editor. 12. Having space our bag we travel to برجادة. بعد ايه حقيبتنا نحن سافرنا الى الغردقة. عندنا having معناها بعد، وقلنا قاعدة having انها يأتي بعدها التصريف الثالث للفعل في المعلوم وفي المجهول يليها been plus البي بي. وديتكم قاعدة سهلة بقول لكم عليها في كل فيديو تقريبا، نعرف منين إذا كانت الجملة مبنية للمعلوم أو مبنية للمجهول بدون ما أحتاج لترجمة. قلنا الكومة إذا كانت جاية بعد المفعول إذا الجملة مبنية للمعلوم، وإذا جاءت قبل المفعول إذا الجملة مبنية للمجهول. وبالتالي هنا هنختار دي prepared بعد أن جهزنا. 13. Nowadays everyone is based turning to the internet and social media for news. هذه الأيام الجميع ينتقل أو يتحول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للأخبار. عندنا everyone، everyone ضمير غير محدد، وإحنا قلنا مع الضمائر غير المحددة بنجيب الفعل في إيه؟ في المفرد. ولكن لو حوضنا عنها بضمير بنعوض عنها بضمير جمع، وهو هنا عندنا عايز فعل وبالتالي هنختار الفعل في المفرد فنختار is. 14. I prefer hilarious films. أنا أفضل الأفلام المضحكة أو الهزلية. The antonym of hilarious is. مضاد hilarious هو serious جاد، strong قوي، amusing ممتع، enjoyable ممتع. الإجابة الصحيحة هي A serious. 15. He read my letter space he. هو قرأ خطابي. عايز أقول أليس كذلك؟ عايزين سؤال مزيل. الإجابة الصحيحة هنا هي A didn't. حد هيقول لي didn't وعندنا he؟ هقول لك احنا ما بنختارش أصلا بناء على he، احنا بنختار بناء على الفعل. الفعل read. طب أنا عرفت منين الماضي؟ هي هي تاخد الفعل كده ولا لازم يكون في اس؟ لازم يكون في اس. طالما ما فيهوش اس يبقى الجملة عندنا مش مضارع، إذا هي ماضي. Read the following passage then answer the questions. People think children should play sports. يعتقد الناس أن الأطفال يجب أن يمارسوا أو يلعبوا الرياضة. Sports are fun. الرياضة ممتعة. And the children stay healthy while playing with others. ويبقى الأطفال أصحاء عندما يلعبون مع الآخرين. However, playing sports can have negative effects on children. ومع ذلك فيمكن أن يكون للرياضة آثار سلبية على الأطفال. It may produce feelings of poor self-esteem or aggressive behavior in some children. فقد ينتج عنها مشاعر ضعف تقدير الذات أو سلوك عدواني لدى بعض الأطفال. According to research on kids and sports, 40 million kids play sports. In the best point of these, 18 million say they have been yelled at or called names while playing sports. وفقا لبحث حول الأطفال والرياضة، يمارس 40 مليون طفل الرياضة، ومن بين هؤلاء يقول 18 مليون أنهم تعرضوا للصراخ أو دعوتهم بأسماء أثناء ممارسة الرياضة.
Old names هنا بقى مش معناها دعواتهم بأسماء، ده expression معناه إنه يهان أو يتم شتمه. This leaves many children with a bad impression of sports. وهذا يترك لدى العديد من الأطفال انطباعا سيء عن الرياضة. They think sports are just too aggressive. ويعتقدون أن الرياضة عدوانية جدا فقط. Many researchers believe adults, especially parents and coaches, are the main cause of too much aggression children's sports. ويعتقد العديد من الباحثين أن البالغين وخاصة الآباء والمدربين هم السبب الرئيسي في الأطفال الكثيرة العدائية أو العدوانية. They believe children copy aggressive adult behavior. حيث يعتقدون أن الأطفال يقلدون السلوك العدواني للبالغين. This behavior is then further reinforced through both positive and negative feedback. ويتم بعد ذلك تعزيز هذا السلوك من خلال ردود الفعل الإيجابية والسلبية. Parents and coaches are powerful teachers because the children usually look up to them. ويعتبر الآباء والمدربين معلمين أقوياء لأن الأطفال عادة ما يتطلعون إليهم أو يحتذوا بهم. Often these adults behave aggressively themselves, sending children the message that winning is everything. وغالبا ما يتصرف هؤلاء البالغين بعدوانية ويرسلون للأطفال رسالة مفادها أو تقول أن الفوز هو كل شيء. At children's sporting events, parents may yell insults at other players or cheer when their child behaves aggressively. في الأحداث الرياضية للأطفال، قد يصرخ الآباء بالشتائم على اللاعبين الآخرين أو يهتفون عندما يتصرف طفلهم بعدوانية. As well, children may be told that hurting other players is acceptable. وأيضا قد يتم تعليم الأطفال أن إيذاء اللاعبين الآخرين أمر مقبول. The media makes violence seem exciting. ووسائل الإعلام تجعل العنف يبدو مثيرا أو شيقا. Children watch adult sports games and see violent behavior replayed over and over on television. ويشاهد الأطفال الألعاب الرياضية للبالغين ويرون السلوك العنيف أو يرون العنف يتكرر مرارا وتكرارا على شاشة التلفاز. As a society, we really need to face up to this problem. كمجتمع نحن حقا بحاجة إلى مواجهة هذه المشكلة. Adults should act as better examples for children. فيجب على البالغين أن يتصرفوا بشكل أفضل أو يكونوا أمثلة جيدة للأطفال. They need to teach children better values. ويحتاجوا أن يعلموا أو يجب أن يعلموا الأطفال القيم الجيدة. They should teach children to enjoy themselves whether they win or not. They should teach them that winning isn't everything. ويجب أن يعلموا الأطفال أن يستمتعوا بأنفسهم سواء فازوا أم لا، كما يجب أن يعلموهم أن الفوز ليس كل شيء. Choose the correct answer. Number one. What is the main idea of the reading passage? ما هي الفكرة الرئيسية لقطعة القراءة؟ الإجابة الصحيحة هي C. Playing sports may have negative results. لعب أو ممارسة الرياضة ربما يكون له نتائج سلبية. 2. How many children said they had some negative experience when playing sports? كم عدد الأطفال الذين قالوا أنهم لديهم بعض الخبرات السلبية عندما يمارسون الرياضة؟ الإجابة الصحيحة هي C. Less than half of the children. أقل من نصف الأطفال. 3. Which is described as the main cause of more aggressive playing. أي من التالي يصف السبب الرئيسي للعب العدواني أكثر؟
الإجابة الصحيحة هي A. Adults البالغين. 4. What does the writer suggest؟ ما الذي يقترحه الكاتب؟ الإجابة الصحيحة هي D. Parents should teach children to play sports for fun and exercise. على الآباء أن يعلموا أطفالهم أن يلعبوا أو يمارسوا الرياضة من أجل المتعة والتمرين. 5. What would probably not be done when facing up the problem؟ ما الذي من المحتمل ألا يحدث عندما نواجه المشكلة؟ الإجابة الصحيحة هي A. Ignoring the problem، تجاهل المشكلة. 6. The underlined pronoun they refers to space، الضمير الذي تحت خط they يشير إلى. الإجابة الصحيحة هي C. Researchers الباحثين. 7. The best title for the third paragraph is space، أفضل عنوان للباراجراف الثالث هو. الإجابة الصحيحة هي A. Solutions to the problem، حلول للمشكلة. 8. The synonym of the underlined idiom called names is space، مرادف التعبير الذي تحت خط called names هو. الإجابة الصحيحة هي A. Insulted، شتم أو هانا. تعالوا بعد كده نشوف الترجمة. Studies show that people with more education live longer. They get better jobs, suffer less economic stress, and tend to be more active. الترجمة الصحيحة هي B. تشير الدراسات إلى أن الأشخاص ذوي التعليم العالي يعيشون لفترة أطول، يحصلون على وظائف أفضل، ويعانون من ضغوط اقتصادية أقل، ويميلون إلى أن يكونوا أكثر نشاطاً. الخطأ في A هو مع التعليم العالي، والخطأ في C مع التعليم الراقي، والخطأ في D لا يعيشون. ترجمة من عربي الإنجليزي. لا بد من زيادة الإنتاج وتقليل الاستهلاك، فهذا سوف يخفض الأسعار ويساهم في حل المشكلة الاقتصادية التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي. الترجمة الصحيحة هي B. It's necessary to increase production and reduce consumption. This will bring the prices down and to contribute to solving the economy problem the world faces nowadays. الخطأ في A هو deduce، والخطأ في C هو indicate، والخطأ في D هو induce waste. طبعا كده نشوف القصة. Number 1. Please put on some better clothes kids. من فضلك ارتدي بعض الملابس الأفضل يا كنت. Was it necessary for Kent to be in bad clothes؟ هل كان من الضروري على كنت أن يبقى في ملابس سيئة؟ Why and why not؟ لما ولما لا؟ هنقول له yes it was، نعم كان كذلك. He was in disguise so that his enemies might not kill him. هو كان متنكرا حتى لا يقتله أعداؤه. 2. How did you feel at the end of the play and why؟ كيف شعرت في نهاية المسرحية ولماذا؟ I felt sorry for the good people who were killed. شعرت بالأسف على الناس الجيدين الذين قتلوا. Especially Cordelia، وخاصة Cordelia. I think it was unfair end to such a loving daughter. وأعتقد أنها كانت نهاية غير عادلة لمثل تلك الإبنة الجيدة. 3. What did Edmund, General and Regan have in common؟ ما هو الشيء المشترك بين Edmund و General و Regan؟ They had great thirst for power. كان لديهم تعطش كبير للسلطة. وزي ما بنبهكم كل فيديو بالنسبة للباراجرافات فموجود كم كبير جدا على القناة، معمول بطرق عرض رائعة لأهم موضوعات المنهج، فتنسوش تتفرجوا عليها. محافظة ألمانيا. Number 1. Students should aim to become more space of their teachers. يجب على الطلاب أن يهدفوا أن يصبحوا إيه أكثر لمعلميهم. Depend يعتمد، independence الاستقلال، dependence يعتمد، independent مستقل. الإجابة الصحيحة هي دي.
independent أن يصبحوا مستقلين أكثر عن معلميهم. 2. The necklace would be worth over $5,000 at space prices. العقد كان سيكلف أكثر من $5,000 في الأسعار. Issue قضية public عام current حالي current زبيب. الإجابة الصحيحة هي C current في الأسعار الحالية. 3. A serious problem can space if the heart stops pumping effectively. مشكلة خطيرة يمكن أن إيه؟ إذا توقف القلب عن الضخ بفاعلية أو بكفاءة. Arouse يثير, raise يرفع, rise يرتفع أو يعلو, arise ينشأ أو يظهر. الإجابة الصحيحة هي دي, arise يمكن أن تنشأ. 4. The scandal was in the space for several days. الفضيحة كانت في إيه لعدة أيام. Headlines عناوين, deadlines مواعيد نهائية, headlight مصباح, scenery مشهد أو منظر. الإجابة الصحيحة هي إيه, headlines كانت في عناوين الأخبار لعدة أيام. 5. None of the passengers and space was injured. لم يكن أي من المسافرين وإيه مصابين. Stuff شيء أو مادة, staff قاسي أو صلب, staff هيئة العاملين, crew طاقم. الإجابة الصحيحة هي D, crew الطاقم. 6. You must play these events in their space context. يجب أن تضع هذه الأحداث في سياقها. History تاريخ, historical تاريخي, historic تاريخي, historian مؤرخ. الإجابة الصحيحة هي B, historical. ليه اخترنا historical وليس historic رغم إن الاتنين معناهم تاريخي؟ قال لنا historical كل ما له علاقة بالتاريخ سواء بقى مستندات وثائق وهكذا. أما historic بتشير لحدث تاريخي وبالتالي context يأخذ historical. 7. It isn't good to be upset about your classmates. ليس من الجيد أن تنزعج بشأن زملائك في الصف. The antonym of upset is space. مضاد upset هو busy مشغول, calm هادئ, nervous عصبي, worried قلق. الإجابة الصحيحة هي B, calm. 8. I space my uncle next week. I have arranged it. أنا يا عمي الأسبوع المقبل أنا نظمت ذلك. عندنا have arranged ودي دالة على المضارع المستمر وبالتالي نختار B, am visiting أنا سأزور. 9. Phone me after 8 o'clock. We space dinner by then. هاتفني أو كلمني بعد الساعة 8. نحن إيه العشاء بحلول ذلك. الإجابة الصحيحة هي C, will have finished. سنكون قد أنهينا العشاء بحلول ذلك. عندنا باي ودي دل على المستقبل التام فعل سيكون قد تم بحلول وقت معين في المستقبل. 10. He used to be fat but now he's base. هو اعتاد أن يكون سمين تخين ولكنه الآن. عندنا used to جاي بعدها be وإحنا قلنا used to لما يجي بعدها verb to be. وعندنا but now بننفي بعدها بإزنت أو أرنت. لو كان أي فعل تاني غير بي بننفي بدونت أو دازنت وبالتالي هنا هي هتاخد إزنت. 11. It was the first time that I spaced أسوان. كانت المرة الأولى التي إيه أسوان. الإجابة الصحيحة هي C, had visited التي زرت فيها أسوان. 12. There were only 5 students in class space. كان هناك 5 طلاب فقط في الفصل وعايزين سؤال مزيل. عندنا were ننفيها تبقى weren't there أليس كذلك. 13. I sometimes get up space and miss the school bus. أنا أحيانا أستيقظ إيه وأفوت حافلة المدرسة. late متأخر, lately مؤخرا, later لاحقا, lateness التأخير. الإجابة الصحيحة هي A, late لأن هي الظرف هنا
بتصف الفعل get up. 14. Not only space well, but he also scored a fantastic goal. ليس فقط A جيدا ولكنه أيضا سجل هدف رائع. Not only بيأتي بعدها A إذا جاءت في بداية الجملة. بيجي بعدها حاجتين، يا إما هاد الفاعل والبيبي، يا إما ضد الفاعل والمصدر، يعني نجيب وراها الجملة على هيئة سؤال. إيه الموجود عندنا في الاختيارات؟ عندنا بي، did he play، لم يلعب جيدا فقط. 15. I can't meet you at 3:30 tomorrow. I space at a football match on TV then. أنا لا أستطيع مقابلتك في 3:30 غدا. أنا إيه؟ على مباراة كرة قدم على التلفاز حينها. عندنا can't، وإحنا قلنا عندما نجد can't عندنا اختيارين، يا إما مضارع مستمر يا إما مستقبل مستمر. عندنا في الاختيارات مستقبل مستمر will be watching، سأكون أشاهد. Read the following passage then answer the questions. A good night's sleep is very important for your health. النوم الجيد في الليل مهم جدا لصحتك. Your brain and your body use that time to do all kinds of things that they can do as well when you are awake. فعقلك وجسمك يستخدمون هذا الوقت للقيام بجميع أنواع الأشياء التي لا يمكنهم القيام بها عندما تكون مستيقظ. How much sleep do you need؟ ما هو الكم من النوم الذي تحتاجه؟ Every person is a little different. كل شخص مختلف قليلا. But many experts say that children need about 10 hours of sleep per night. ولكن الكثير من الخبراء يقول أن الأطفال يحتاجون حوالي 10 ساعات من النوم كل ليلة. So if you wake up at 7 o'clock to go to school, you should be going to bed by 9 o'clock at night. لذا إذا استيقظت في الساعة 7 لتذهب إلى المدرسة، فيجب أن تذهب إلى السرير بحلول الساعة 9 ليلا. Sometimes it isn't easy to fall asleep quickly. وأحيانا ليس من السهل أن تذهب في النوم بسرعة. Though على أي حال you might have a lot of energy، قد يكون لديك الكثير من الطاقة. Or you might be excited about something، وربما تكون متحمس بشأن شيء ما. Maybe you are worried about something، وربما تكون قلق بشأن شيء ما. When that happens، عندما يحدث ذلك، it's hard to get sleepy، فمن الصعب أن تشعر بالنعاس. Here are some things you can do to make it easier for you to get the sleep you need. وإليك بعض الأشياء التي يمكنك أن تفعلها أو تقوم بها لتجعل الأمر أسهل عليك لتذهب في النوم الذي تحتاجه. Keep your body in a routine by going to bed at the same time every night. ضع جسدك في روتين للذهاب أو من خلال الذهاب للسرير في نفس الوقت كل ليلة. Do something calming right before bedtime. وقم بشيء مهدئ قبل النوم فورا أو قبل وقت النوم فورا. Such as taking a warm bath or reading. مثل أخذ حمام دافئ أو القراءة. Limit sodas, iced tea and other foods and drinks that contain caffeine. وقلل من الصودا اللي هي الكولا يعني، والشاي المثلج والأطعمة والمشروبات الأخرى التي تحتوي على كافيين. Turn off your TV when it's time to sleep. قم بإطفاء تلفزيونك عندما يحين وقت النوم. Better yet, don't have a TV in your room. وما هو أفضل، لا تستخدم أو لا يكون لديك تلفزيون في غرفتك. Studies show that children who have a TV in their rooms sleep less. فالدراسات توضح أو تظهر أن الأطفال الذين لديهم تلفاز في حجراتهم يناموا أقل. Don't watch scary TV shows or movies close to bedtime because these can sometimes make it hard to fall asleep.
ولا تشاهد البرامج التلفزيونية أو الأفلام المرعبة أو المخيفة قريبا من وقت النوم، لأنها قد تجعل من النوم صعبا أو قد تجعل من الصعب أحيانا أن تذهب في النوم. Exercise during the day. It will help you sleep better at night. مارس رياضة أثناء النهار ستساعدك على النوم بشكل أفضل في الليل. But don't exercise just before going to bed. ولكن لا تتمرن قبل الذهاب مباشرة إلى السرير. Don't do homework. Read. Play games or talk on the phone in bed. ولا تقوم بعمل الواجب أو القراءة أو لعب الألعاب أو التحدث على الهاتف في السرير. Use your bed just for sleeping. استخدم سريرك فقط للنوم. You will train your body to associate your bed with sleep. ستدرب جسدك على أن يربط السرير بالنوم. If you follow these handy tips, you will get yourself relaxed before time. إذا اتبعت هذه النصائح التي تعد على أصابع اليدين، سوف تحصل على الاسترخاء قبل وقت النوم. Then it will be easier for you to fall asleep and stay asleep. ثم سيكون من السهل عليك أن تستغرق في النوم وتبقى نائم. Number one. What is the purpose for reading this text? ما هو الغرض من قراءة هذا النص؟ الإجابة الصحيحة هي A. To find ways to sleep better. أن تجد طرق لتنام أفضل. Two. What is an accurate inference about الكافيين؟ ما هو الاستنتاج أو الاستدلال الدقيق عن الكافيين؟ الإجابة الصحيحة هي B. It can keep you awake. يمكن أن يجعلك تبقى مستيقظ. 3. Why would the author's advice be for readers? ما ستكون نصيحة الكاتب للقراء؟ الإجابة الصحيحة هي A. Get plenty of sleep. احصل على نوم كافي. 4. Why might having a TV in your room keep you awake? ما الذي يمكن أن يجعل امتلاكك لتلفزيون في حجرتك يجعلك مستيقظ؟ الإجابة الصحيحة هي B. You would watch it instead of sleeping. سوف تشاهده بدلا من النوم. 5. Why do you think being excited about something might keep you awake? لما تعتقد أن كونك متحمس بشأن شيء ما ربما يبقيك مستيقظ؟ الإجابة الصحيحة هي A. You will think about what is making you excited instead of getting sleepy. سوف تفكر فيما يجعلك متحمس بدلا من النوم. 6. Which is the best summary of this text? ما هو أفضل ملخص لهذا النص؟ الإجابة الصحيحة هي A. People can get a good night's sleep by following some helpful tips. الناس يمكنها أن تحصل على بعض النوم الجيد في الليل من خلال اتباع بعض النصائح المفيدة. 7. Which is true for the bulleted list in the text. ما هو الصحيح بشأن القائمة ذات التعداد النقطي، يعني اللي بها نقاط في النص؟ الإجابة الصحيحة هي B. Each item on the list is important and supports the main idea. كل عنصر في القائمة مهم ويدعم الفكرة الرئيسية. 8. The word sleepy means space. كلمة sleepy تعني، الإجابة الصحيحة هي C. Wants to sleep, تريد أن تنام. الترجمة من إنجليزي العربي. The internet is a vast resource for all types of information. You may enjoy using it to do research, download songs, or communicate with friends and family. الترجمة الصحيحة هي B. الإنترنت هو مصدر هائل لجميع أنواع المعلومات. يمكنك الاستمتاع باستخدامه لإجراء بحث أو تنزيل الأغاني أو التواصل مع الأصدقاء والعائلة. الخطأ في A هو المراسلة، والخطأ في C هو المراسلة، والخطأ
في دي هو هائل لبعض. الترجمة من عربي لإنجليزي. في بعض الأنظمة التعليمية يطلب من الأطفال دراسة لغة أجنبية واحدة أكثر، في حالات أخرى دراسة اللغة الأجنبية ليست شرطاً. الترجمة الصحيحة هي دي: In some educational systems, children are required to study one or more foreign languages. In others, foreign language study isn't a requirement. الخطأ في A هو in all، والخطأ في B هو is needed، والخطأ في C هو however. تعالوا بعد كده نشوف القصة. Number one. The poor king. His children have done to him what my father has done to me. الملك المسكين. أطفاله فعلوا به ما فعله أبي بي. Who is the speaker? من هو المتحدث؟ Why do they say this? ولما يقول ذلك؟ المتحدث هو إدغار. As he thought, his father misjudged him and wanted to punish him like Lear's daughters, who took power from their father and treated him badly. لأنه اعتقد أن والده أساء الحكم عليه وأراد أن يعاقبه مثل بنات الملك لير الذين أخذوا منه السلطة وعاملوه بشكل سيء. 2. Why do you think that Lear kneels before Cordelia? لما تعتقد أن الملك لير ركع أمام كورديليا؟ He wants her to forgive him because he knows he was wrong to send her away. هو يريد أن تسامحه لأنه يعرف أنه كان مخطئا في طردها أو إرسالها بعيدا. 3. Why did Kent say my heart is heavy? لما قال كنت أن قلبي حزين؟ He was sad for the king whose three daughters had died. كان حزينا على الملك الذي توفي بناته الثلاثة. محافظة أسيوط. Number one. The school has made space advances in dealing with deaf children. المدرسة قامت بتقدم أو تطورات إيه في التعامل مع الأطفال الصم؟ Negative سلبي، significant بارز أو ملحوظ، insignificant غير ملحوظ، passive مجهول. الإجابة الصحيحة هي B significant. 2. He's base very happy now. هو A سعيد جدا الآن. عندنا now المفروض نختار مضارع مستمر، بس احنا هنختار C since. هو يبدو سعيد جدا. ليه اخترنا seems؟ لأن الفعل seem من أفعال الحالة لا يجوز أن نضع له ing. 3. I can't meet you at half past 3 tomorrow. I space a football match on TV then. أنا لا أستطيع مقابلتك في الثالثة والنصف غدا. أنا إيه مباراة كرة قدم على التلفزيون حينها. عندنا can't، وقلنا لما نلاقي can't عندنا اختيارين، يا إما مضارع مستمر يا إما مستقبل مستمر. موجود عندنا في الاختيارات will be watching مضارع مستمر، سأكون أشاهد. 4. حسن cut his finger in the kitchen space. حسن جرح إصبعه في المطبخ. وعايزين سؤال مزيل، تعالوا نشوف مع بعض هيكون إيه. الإجابة الصحيحة هي إيه didn't he، أليس كذلك؟ ليه اخترنا ماضي؟ نفس الجملة اللي حلينها في الاختبار السابق. عندنا cut، cut المفروض تبقى cut سواء مضارع عشان حسن ده مفرد، ولكنها cut التصريف الثاني للفعل، وبالتالي نختار didn't he. 5. Lung cancer and other lung diseases space from smoking. سرطان الرئة وأمراض رئة أخرى إيه من التدخين. Rise يرتفع، arise ينشأ، arouse يثير، raise يرفع أو يربي. الإجابة الصحيحة هي B arise from، تنشأ من التدخين. 6. I used to like kushari.
This needs space. أنا كنت معتادا على أني أحب الكشري. هذا يعني الإجابة الصحيحة هي دي. I don't like كشري anymore. أنا لم أعد أحب الكشري. Used to بتعبر عن عادة في الماضي. كانت تحدث في الماضي ولم تعد تحدث الآن. 7. As soon as he sent the email, he sent it to his pen friend. بمجرد ما هو إيه الإيميل هو أرسله لصديقه في المراسلة. عندنا as soon as يأتي بعدها ماضي تام والفعل الآخر ماضي بسيط، وبالتالي نختار إيه had written بمجرد أن كتب. 8. Earthquakes and volcanoes are the most dangerous natural space. الزلازل والبراكين هي أكثر إيه الطبيعية خطورة. Disasters كوارث، reserves محميات، beauty جمال، views مناظر. الإجابة الصحيحة هي A. Disasters أكثر الكوارث الطبيعية خطورة. 9. The children talked space during the film. الأطفال تحدثوا إيه أثناء الفيلم؟ الإجابة الصحيحة هي C. Loudly بصوت عالي أو مرتفع، لأن إحنا هنا بنصف الفعل talked. 10. Space 10 o'clock tomorrow. I'll have finished all my homework. إيه؟ الساعة 10 غدا سأكون قد أنهيت كل واجبي. عندنا will have finished مستقبل تام. الكلمة الدالة عليه هي be by بحلول 10 غدا. 11. It isn't polite to start talking when someone else is speaking. ليس من الأدب أن تبدأ في التحدث بينما شخص آخر يتحدث. You shouldn't space people. يجب ألا إيه الناس. Interpret يشرح أو يفسر. Betray يخون أو يغدر. Deceive يخدع. Interrupt يقاطع. الإجابة الصحيحة هي دي. Interrupt يجب ألا تقاطع الناس. 12. After they space the task, they will have some fun. بعد إيه المهمة هم سيحظوا ببعض المرح. ما نتسرعش، وأول ما نشوف after نروح ناخد ماضي تام. ليه؟ لأن أنا لقيت عندي will have ده مستقبل. كان عندنا قاعدة من الترم اللي فات بتقول أنه بعد الروابط نأتي بمضارع، أي شكل من أشكال المضارع، بس عندنا شرط. إيه هو؟ أن يكون الفعل الآخر في المستقبل أو المضارع أو الأمر. فأنا عندي فعل في المستقبل وبالتالي هختار مضارع، يبقى أختار دي complete بعد أن ينهي. 13. علي is space fast as إبراهيم. علي إيه أو سريع إيه مثل إبراهيم. عايزين نعمل تساوي. الإجابة الصحيحة هي دي almost as سريع تقريبا مثل إبراهيم. 14. Mr. Ahmed is always late to his meetings. المستر أحمد دائما متأخر على اجتماعاته. Late here is late هنا هي an adjective صفة، an adverb حال، a noun اسم، a verb فعل. الإجابة الصحيحة هي B. an adverb هي حال. 15. They were sent in a space mission to look for survivors under the ruins. تم إرسالهم أو أرسلوا لمهمة إيه ليبحثوا عن الناجين تحت الأنقاض. Funny مضحك، comedy كوميدي، rescue إنقاذ، curious فضولي. الإجابة الصحيحة هي C. rescue لمهمة إنقاذ. Read the following passage then answer the questions. People smoke for a variety of reasons. الناس يدخنوا لأسباب عديدة أو مختلفة. Because they are shy, nervous, or don't feel at ease in society. لأنهم خجولين أو متوترين أو لا يشعرون بالانسجام في المجتمع. To appear sophisticated and older. To be part of a group. ليبدون متطورين وأكبر أو لأن يكونوا جزء من مجموعة. The truth is that smoking doesn't solve these problems. فالحقيقة التدخين لا يحل أي من هذه المشكلات. It only masks
and adds to them. إنه يتخفى ويضاف إليهم. As 15 year old, Rami found out too late. I can remember very clearly the day I started smoking. كما اكتشف رامي البالغ من العمر 15 عام بعد فوات الأوان قائلا أستطيع أن أتذكر بوضوح شديد اليوم الذي بدأت فيه التدخين. I was 12 and my parents had let me go to a wedding party with my friend Kareem. كنت حينها في الثانية عشرة وقد سمح لي والدي بالذهاب إلى حفل زفاف مع صديقي كريم. I was extremely shy. كنت خجول للغاية. However, كريم was quite different. ومع ذلك كريم كان مختلف إلى حد ما أو إلى حد كبير. He looked about 16 and acted in a very sophisticated way. وبدا أنه حوالي في 16 من عمره وتصرف كما لو أنه كبير أو بطريقة كبيرة. After we had been at the party for about half an hour, Kareem came over to me with Samih and Tariq from the year above us at school. وبعد أن قضينا حوالي نصف ساعة في الحفلة جاء إلي كريم ومعه سامح وطارق من السنة الأكبر مننا في المدرسة. We talked for a while وتحدثنا لبعض من الوقت. Then سامح suggested we went outside for some fresh air. ثم اقترح سامح أن نخرج أو نذهب للخارج لبعض الهواء النقي. سامح took a pack of cigarettes and lit one. وأخذ سامح علبة سجائر وأشعل واحدة. The same happened with طارق and كريم. وحدث نفس الشيء مع طارق وكريم. I was shocked because I knew that كريم had never smoked before. كنت مصدوما لأني كنت أعلم أن كريم لم يدخن من قبل. سامح asked me if I wanted a cigarette and I said no, I don't smoke. وسألني سامح إذا كنت أريد سيجارة وقلت له لا أنا لا أدخن. The boys started laughing saying that only kids didn't smoke. وبدأ الأولاد في الضحك قائلين أن الأطفال فقط لا يدخنون. I was so embarrassed that it was hard to say no. وكنت محرج للغاية حتى أنه كان من الصعب أو لدرجة أنه كان صعبا أن أقول لا. I thought smoking was a sign of being grown up. واعتقدت أن التدخين هو علامة على كونك كبير. And that anyone who didn't smoke was a baby. وأن أي شخص لا يدخن هو طفل. I am ashamed to admit I pressured many of my friends to begin smoking exactly as I had been influenced to do it. وأشعر بالخجل في أن أعترف أنني ضغطت على الكثير من أصدقائي أن يبدأوا في التدخين تماما كما تم التأثر علي لأقوم بذلك أو تماما كما تم التأثير علي لأفعل ذلك. Now 3 years later I smoke about 20 cigarettes a day. والآن بعد 3 سنوات أدخن حوالي 20 سيجارة في اليوم. To tell the truth I don't even like smoking. لأقول الحقيقة أنا لا أحب حتى التدخين. I hate it but I simply can't stop. أنا أكرهه ولكن ببساطة لا أستطيع التوقف. Number one. What does the underlined pronoun he refer to? إلى ما يشير الضمير الذي تحت خط he؟ الإجابة الصحيحة هي بي كريم. Two. What does this sentence mean? ماذا تعني هذه الجملة؟ It only masks and adds to them. وفقط يتخفى أو يرتدي القناع ويضاف إليهم. الإجابة الصحيحة هي A. Smoking makes the matter worse. التدخين يجعل الأمر أسوأ. 3. Why was Rami shocked at the party? لما كان رامي مصدوما في الحفلة؟ الإجابة الصحيحة هي D. To see كريم smoking. أن يرى كريم يدخن. 4. Why did سامح suggest going out to fresh air?
لما اقترح سامح الذهاب للخارج لبعض الهواء النقي؟ الإجابة الصحيحة هي B. light a cigarette ليولع سيجارة. 5. why do you think Rami can't stop smoking؟ لما تعتقد أن رامي لا يستطيع الإقلاع عن التدخين أو التوقف عن التدخين؟ الإجابة الصحيحة هي C. it has become a habit أصبحت عادة. 6. what influence did Rami have on other people regarding smoking؟ أي تأثير قام أو امتلكه رامي على الناس الآخرين فيما يتعلق بالتدخين؟ الإجابة الصحيحة هي D. he made them start smoking، جعلهم يبدأون التدخين. 7. the most suitable title to the passage is space، العنوان الأكثر تناسبا أو المناسب أكثر للقطعة هو؟ الإجابة الصحيحة هي A. bad company and bad habits، صحبة سيئة وعادات سيئة. 8. why did Rami start smoking، لما بدأ رامي في التدخين؟ الإجابة الصحيحة هي C. to be an adult، ليكون بالغ. الترجمة: the Egyptian monuments and museums attract millions of tourists from all over the world. We ought to exert more efforts to increase the number of tourists visiting Egypt nowadays. الترجمة الصحيحة هي C. تجذب الآثار والمتاحف المصرية ملايين من السياح من جميع أنحاء العالم، ويجب أن نبذل مزيدا من الجهود لزيادة عدد السياح هذه الأيام. الخطأ في A هو لا تجذب، والخطأ في B هو ملايين، والخطأ في D هو أنحاء البلاد. ترجمة من عربي إنجليزي: لم تعد الرياضة مجرد وسيلة للاستمتاع بالوقت، ولكنها أيضا تعلمنا دروس عظيمة وتعزز قيم سامية في نفوسنا جميعا. الترجمة الصحيحة هي A. sport is no longer just a means to enjoy time، but it also teaches us great lessons and reinforces noble values inside us all. الخطأ في B هو enjoyment، والخطأ في C هو learns، والخطأ في D هو outside. تعالوا بعد كده نشوف القصة. Number 1. You and Regan are tigers not daughters. أنت وريغان نمور ولستم بنات. Who said this and why؟ من قال هذا ولماذا؟ الباني، الباني هو اللي قال. They are dangerous and very cruel to their father، لأنهم خطيرين وقساه جدا على والدهم. 2. why does Edmund say he sent Lear to prison؟ لما قال إدموند أنه أرسل لير للسجن؟ So as not to people see them، لكي لا يراه الناس. The king's old age will make the soldiers feel sorry for him، لأن عمر الملك الكبير سيجعل الجنود يشعرون بالأسف عليه. They might want to support him، وربما يريدوا أن يدعموه أو يساندوه. 3. Did you expect Regan and Gunnar to die and why؟ هل كنت تتوقع أن ريغان وغنرل يموتوا ولماذا؟ Yes، نعم كنت أتوقع. It is the end of all evil people، فهي نهاية كل الناس الأشرار. بكده نكون خلصنا مع بعض حل 3 محافظات. أتمنى تكونوا فهمتوا واستوعبتوا كويس. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا كل جديد. انتظروا آخر فيديو في حل امتحانات كتاب المعاصر للمحافظات، وإن شاء الله نكملين معاكم بكل كتاب الجيم أيضا. لو حد عنده أي سؤال ما تردش المسألة في الكومنتس، وإن شاء الله هنرد عليكم. ربنا يوفقكم.